صيف لبنان حافل بالمهرجانات والأسماء والفرق العالمية اللي رح يكون الجمهور اللبناني على موعد معه. بجبيل انطلقت المهرجانات مع المغني العالمي جون ليجند. كذلك صدحت أصوات فرقة The Script بأرجاء القلعة التاريخية مع حضور تجاوز 6000 شخص. المهرجانات هي الوجه الحضاري للبنان، بالإضافة لإفادتها الاقتصادية والسياحية والثقافية بالنسبة للبلد. لا تزال جبيل على موعد مع أسماء كبيرة للأيام المقبلة، فب 28 تموز غريغوري بورتر سيحيي حفلة غنائية بصوته الباريتون مميز. أما ب 30 تموز فتحتفل أيقونة الأغنية الفرنسية ميراي ماتيو بنصف قرن من مسيرتها الفنية أمام جمهور لبنان وبيبلوس. بموازاه المهرجان بايام المهرجانات عندنا معارض بنظمها مكتب الاستقبال والاستعلام السياحي اللي تابع للمهرجانات. كمان عندنا معرض دايم للمنتوجات المحليه تبعول الضياع يلي بتهتم فيها مجموعه العمل المحلي يلي هي شخصيات من ضياع جبال، كمان تابع للمهرجانات. بسبعة آب النجمة اللبنانية هبة طوجي رح تسرق قلوب الجمهور بعرض متكامل لريبرتوار الرحابني من إنتاج أسامة الرحباني وأخراج مروان الرحباني. يا حبيبي كل ما في الصمت نادى يا حبيبي. أما ب 12 و 13 آب فتحي السوبرانو اللبنانية سمر سلامة أمسيتين بعنوان ساكري بروفان. والختام مع الفرقة البريطانية آل جي لموسيقى الألترناتيف. المدرج بقلب البحر والمسرح بقلب القلعة، يعني يلي بيقعد بهالمدرج بيقدر يشوف كل جبال. هيدول شغلتين بميزوا منطقة جبال ومهرجانات جبال. مدينة الحرف جبال تستقبل المهرجانات هذا العام بزخم كبير، خاصة بعد اختيار بيبلوس عاصمة للسياحة العربية.